شوف حاجة عندنا في أم التلفزيون ده. استغفر الله العظيم. ايه يا ولية في ايه؟ جهز القدر مستعجل كده ليه؟ ايه يا اخوي؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تجيبي لي شاي. احنا صايمين يا راجل. بجد والله؟ اه. خلاص هاتي لي ميه. احنا صايمين بقالنا. بجد والله؟ اه. ازاي النهارده السحور يبقى قليل كده؟ انا قايم جعان. يا راجل حرام عليك، ده انت ضارب 17 بدل واحدة. بجد والله؟ آه. الفول كان قليل، يعني ايه مثلا تحط لي نص قدرة فول؟ المرة التانية هبقى احط لك القدرة كلها. مش شايفاني خاسس ازاي؟ اه والله خسيت قوي. شفت شعري الجديد؟ حلو 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 شعرك اللي اتقلب في وشي. بتقول حاجة؟ لا حبيبتي، يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب ما حرمنيش مني. بقول لك ايه بقى، انت عامله لنا ايه النهارده على الفطار؟ خروف. خروف؟ اه بس